Nie słyszymy kabin z relaya. Nic u nas nie słychać. Nic. Tak, ale nie ma Nie ma z jego. kanału drugiego nic. Powinien być. Nie ma głosu w ogóle. Nie ma. Through the concept of
هناك تحدي، نعتذر عن هذا الخلل ونتابع. علينا أن نتعلم من أن عبور الحدود أصبح شيئا طبيعي الآن، لذلك يجب أن يتم هذا بين الدول، ولكن بين الشركات، بين الأوساط العلمية، وفي تصويت قمنا به في شبكتنا في العام الماضي أن 95% من الأشخاص الذين شاركوا في هذا البحث قالوا أن عولمة ستتقوى، وأن هناك طلب وانطباع بأن كل ما هو رقمي يصبح شعبي، وهي مثيرة للجدل، لأن ليس لدينا فهم أو ليس لدينا قاعدة رئيسية نشترك عليها. يجب أن نستعمل هذه الصفات بشكل حذر. فما معنى لذلك؟ نحن بدأنا من سؤال: هل الاستقلالية الرقمية هي مشكلة؟ نقول أن 90% من جلستنا، 90 دقيقة من جلستنا هذه لن يحل المشكلة، ولكننا سوف نفهم أكثر كم هو هذه القضية معقدة، وما هي أبعادها، وما هي مواقف الممثلين المختلفين في هذه العملية. كيف يتم إنشاء وإدراج بعض القوانين التي تسود هذا الجو؟ وكيف، كما قالت جينيفر في البداية، سوف نقسم ذلك إلى 3 أجزاء: استقلالية المعطيات، تجزئة الإنترنت، أما الثالث فهو التعاون بين السياسة والقضايا التقنية. لدينا 90 دقيقة لكي نحيط بهذه المواضيع المختلفة. أنظر إلى قائمة المتحدثين، لدينا معرفة كبيرة، المجتمع ممثلة عن المجتمع، وعن سوف نطرح أسئلة. أشجع على استخدام الشات وإيضاح وجهة النظر من قبلكم. ما هي الأشياء التي هي مهمة وجوهرية بالنسبة لكم؟ كيف يتم الاحترام المتبادل؟ هل نحن نتعارك على شيء، أم أننا سوف عندما نكتب تقريراً عن هذه الجلسة سنضيف إليها كل الأسئلة ووجهات النظر المطروحة من قبل الشات؟ أنا سوف أحاول أيضاً أن أراقب الأسئلة القادمة وأرسلها إلى المتحدثين وإلى النقاش فيما بعد. الآن سوف إلى صيغة ونص حقيقي لكلمتنا. هناك سؤالان مهمان يجب أن تصوتوا عليها فيما بعد. الأول بسيط وهو يرتبط بعنوان جلستنا، وهو: هل هنا مشكلة أم حل هذا الاستقلالية الرقمية؟ أجيبوا على هذا برأيكم.
هل هي حل أم عقدة أم مشكلة؟ السؤال الثاني فهو يتعلق بالجزء الأول من نقاشنا، ما معنى استقلالية البيانات والمعطيات؟ هل هو للجميع واضح؟ هل يوافقون أو لا نوافق أو بشكل نهائي لا نوافق؟ هناك دقيقة أو دقيقتين للإجابة على مثل هذا السؤال. علينا أن نتعرف إلى الوضع الذي أنتم فيه، ما هي وجهة نظركم، تقفون إلى جانب أي وجهة نظر من الأسئلة المطروحة والإجابات؟ إذن أتركها على الشاشة لدقيقة أخرى. أعتقد أنه سيكون من المشوق أن نعرف نتائج مثل هذا الاستبيان السريع. السؤالان ليسا سهلين ويعطيان وجهة نظر. هل الخدمة الفنية ممكن أن تساعدني في إظهار الإجابات؟ نستطيع أن نلغي التصويت. حوالي 70% من المشاركين، عندما ندخل إلى 80 سوف نوقف. أرجو أن تستخدموا أيضا الشات لكي تقدموا رأيكم أو تطرحوا أسئلة أو ترحبوا بالأشخاص الذين تعرفونهم من المتحدثين أو تريدون مناقشتهم في أمر ما من الأمر. أيضا ممكن أن ترسلوا هذه الإجابات إلى هؤلاء السادة، فأن هذا كله مهم. مما أرى انتهت التصويت، سأريكم الإجابات. هكذا هي هذه الإجابات. أعتقد أن الرأي قوي، أغلب السادة المشاركين يرى أنها الاستقلالية هي جزء من حل وجزء من المشكلة، وهذا سيوحي لنا أشكال. أما بالنسبة للسؤال الثاني فهو يظهر أن هذه الفكرة ليست واضحة، وأي مشاركة السياسة والتقنية مع بعضهما. شكرا على التصويت، وسوف نأتي إلى الجزء الأول من حواراتنا ونقاشاتنا. وهذا انتقال طبيعي من السؤال الثاني، حيث سوف نتكلم عن استقلالية البيانات، وهنا ليس تدفق المعلومات. سنبدأ من ممثل وزارة التقنية الألمانية. أعتقد أن الألمان يضغطان على الموضوعين، وخاصة أن ألمانيا تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليا، وأن المفوضية الأوروبية أيضا تقول الكثير عن الاستقلالية الرقمية. ولا كيف ممكن أن نجمع جمع المعلومات مع استقلالية المعلومات؟ كيف نتحرك في بين هذين الفراغين من أجل تحقيق أهداف؟ شكرا كثيرا لك يا برترام. نهاركم سعيد، أرحب بالسيدة والسادة، أفضل الترحيب. أو قبل كل شيء أهنئ لبرتراند وأشكره على تنسيق هذه الجلسة، وإن عدد المشاركين يفوق 100، فهذا الرقم مشابه بما
بعدد المشاركين في الجلسة الافتتاحية أمس، وعندما قمنا بهذا التصويت عن مصطلح مفهوم مصطلح الاستقلالية الرقمية، كنت أتساءل وأذكر عندما كنت صغيرا كان العالم مقسما إلى الشرق والغرب، وهناك من كانوا يكافحون من أجل الحرية كانوا يعتبرون بمثابة إرهابيين في الجبهة الأخرى من الحدود، وربما هناك أوجه تشابه الآن. ففهم هذا المصطلح ربما يرجع إلى تعريفه هذا أو ذاك. هذا المجال الضيق الذي نحن نعيشه في ألمانيا أو في أوروبا بأكملها شكله، ونحن نريد في أوروبا وألمانيا أن نتصرف بهذه الإمكانية، أن نقوم بتعريف الذات في الفضاء الاقتصادي الرقمي كشعب، ونحن نريد ذلك كدولة وأيضا كشركات ومؤسسات بحثية والمجتمع المدني بشكل عام. هذا مهم بالنسبة لنا جميعا أن تكون لدينا هذه الإمكانية لنتحكم ببياناتنا ومعطياتنا وتكنولوجياتنا ونماذج أعمالنا الجديدة. هذه رغبة طبيعية، وكل واحد هذه رغبة. بشكل عام في أوروبا نحن في منطقة التجارة الحرة وتدفق البيانات، فنحن نروج لهذه الحلول. نحن لا نريد التحدث عن الحمائية أو اكتفاء الذات، نحن نقصد بذلك رغبتنا في تجنب خلق جزر أو مناطق معزولة ما بين المناطق بالمعنى الواسع لهذه الكلمة. كيف نتوصل إلى هذا مثل هذه الحالة؟ من وجهة نظرنا من الأهمية بمكان أن يكون لدينا الهدف الذي وصفته، ننظر إلى المرآة ونتساءل، نعم نحن نريد تحصيل القدرات المناسبة ونريد أن نأخذ الدور السيادي في هذا النقاش والأبحاث، فلا نقصد بذلك خلق حدود جديدة ونجعل الآخرين أكثر فقرا منا، أو أن ندمر الشبكة التي بنيناها معا، ولكن المقصود بذلك تعزيزها وتحسينها. في أوروبا نحن نريد أن نقوم بعمل أفضل مما كان عليه الآن. عندما ننظر إلى استراتيجية تدفق البيانات وإلى الموارد البشرية وبناء القدرات في إطار كل دولة أوروبية، فنقوم بمختلف الأبحاث ونسعى جاهدين لجمع الهياكل الموجودة بطريقة أخرى، وعلى أساسها بناء السحابة الأوروبية، أي فضاء من البيانات، ومن خلال التعاون المشترك فيما بيننا نريد التوصل إلى شيء أفضل. وتعليقا على ما تفضلت به قبل ذلك، هناك مشروع اسمه كايا إكس، فالسؤال هو ما دوره؟ هل في الفضاء الرقمي، هل هذا مشروع سيقام عليه مختلف الأحداث أو شيء؟ لا، هذا ليس موقع للبيانات، لأن لو كان على ذلك لمنع الكثير من الشركات التكنولوجية من المشاركة بها. ونحن نقصد بهذا المشروع كايا إكس أن نتيح الاستفادة من الكنوز
من البيانات الرقمية الموجودة في أوروبا التي تكمن في المؤسسات والشركات والمعاهد، ونحن نريد جمع هذه البيانات. كل واحد، كل طرف يعطي شيئا يزيد ويساهم بشيء من عنده في هذه المجموعة من البيانات، ثم يستطيع الاستفادة منها ويسحب منها ما يريده من المعطيات والبيانات. فيمكن القول إنه بمثابة الموقع أيضا، يعني من حيث القانون قد تكون الحالة على ذلك في مشروع جايا إكس. فينبغي كل شيء يجب أن يكون مقنن بطبيعة الحال ويتبع قوانين حماية الحقوق الشخصية وغيرها، اللوائح القانونية والتوجيهات الأوروبية. فهذا الأمر طبعا يتعلق بالجزء القانوني، ولكن لا نريد كائنا مغلقا، ولذلك نريد تشغيل مثل هذه الوحدة المركزية المتحكمة بهذه البيانات وجمعها. إذا فهمتك جيدا، فأنك تقصد نوعا من تقسيم البيانات أو التقاسم أو التبادل بالبيانات، وهناك بعض القيود المتعلقة على ذلك. أشكرك سيدي على هذه الكلمة ومشارك. أود أن أدعو ممثل شركة مايكروسوفت. كما تعرفون أن مايكروسوفت كانت جزء من كل ما يحدث فيما يتم في إيرلندا، مثلاً عن موضوع تموضع البيانات في مكان جغرافي محدد. هل نستطيع أن نقول أننا بإمكاننا فعل ذلك؟ الجواب على هذا السؤال يقول يمكن أو من المحتمل أو أحياناً. هذا برأيي أن الواقع التي تتعلق باستقلالية البيانات، إذا عدنا إلى الموضوع الإيرلندي الذي ذكرته، الواقع أن لدينا حالة كل الأشياء المهمة هي يمكن تبادلها، ممكن أن لا نتقاسم ذلك مع غيرنا، وخاصة فيما يتعلق بقضايا الاقتصادية. عندي معلومات محددة وأنت لديك معلومات نستطيع الاستفادة منها. مثلا لو كان عندي خشب أو شيء آخر فأنا أستطيع استخدامه وأنت لا. إذن الأمور الرقمية غيرت كل هذه الأشياء، وحتى مايكروسوفت يجب أن تتكلم عما يحصل في العالم بالنسبة للبيانات. بالنسبة لاستقلالية البيانات يجب أن نتذكر أن هذه البيانات عندما طلب منا عن كشف البيانات التي موجودة خارج الولايات المتحدة مثل ما حصل في إيرلندا، تم حل مثل هذه القضية، وهناك قانون يقوم بتنظيم مثل هذه السحابة الرقمية في الولايات المتحدة، وأن هذا القانون يضع واجبات وحقوق للشركات أو لمالكي المعلومات في الولايات المتحدة بالنسبة لكشف هذه المعلومات، ويمكن أجهزة الأمن أو إنفاذ القانون أن تطلب مثل هذه المعلومات. المعنى العام أننا في حالة جديدة تماماً، فالأسس القديمة بالنسبة
للرقابة لا تعمل بهذا الشكل. هذا قادنا إلى مشاكل قضائية التي لدينا الآن، مشكلة معها. فالتحدي الأكبر أن يكون هذا المكان العالمي المصدر. فتحدثنا عن الاستقلالية من جانب واحد، وهذا السؤال كان متوقع، فالاستقلالية هي جزء من المشكلة ولكن أيضا هي جزء من الحل، فنحن نفهمها، فهي في الواقع وفي السياق. ومن المحتمل أيضا أن يجب التركيز على فكرة الاستقلالية، فيجب أن ننقل النقاش بجهة تمكن نمو اجتماعي واقتصادي في بطريقة يمكن أن نتقاسم هذه الأمور. هناك سؤال أقاطعك فيها النبي، من أجل الفقر بالمعلومات، فإن تبادل المعلومات هي أساس وتعطي للاقتصاد إمكانية للتطور، ولكن هناك بعد آخر أنت تحدثت عنه، أي أن الاستقلالية المتعلقة في المناطق هل هي أساس؟ أما بشكل عملي فإن البيانات ليس مهم أينها موجودة، ولكن المهم هو أن يكون لدينا اتصال بها، أمازون أو غيرها من الشركات أو مايكروسوفت أيضا لديها تحفظ هذه المعلومات في أماكن مهمة. ليس مهم أين موجودة، ولكن المهم هو الوصول إليها. أي مثلا إدارة مستشفى، من سيكون الجراح، من سيكون غيره، هذه أمور مشابهة تقريبا. فالتبادل العالمي للمعلومات مهم، ولكن هناك أشياء تجعل فروق كبيرة في عملية تبادلها، نستطيع أن نأخذ منها قيم. هذه القيم تكبر كلما كبرت هذه الكمية. نحن نفكر بالذكاء الاصطناعي، فكلما كانت المعلومات أكثر كلما كانت النتائج النهائية أفضل، خاصة أثناء تدريبنا للذكاء الاصطناعي. وهذا هي طريقة جديدة في التفكير. في الماضي كنا نعتقد قبل وجود السحابات الافتراضية الرقمية أننا نفكر بشكل آخر غير الشيء الذي نفكر به الآن. ركزنا على المجالات تبادل المعلومات، كما أننا نجد أن في موانئ هناك أماكن فارغة محمية تستطيع السفن أن تضع فيها بضائعها وتتبادلها، وشبهنا الموضوع بذلك. ولكن هل لدينا وصول إلى مثل هذه الموانئ؟ فإذا المشكلة هي أن بعض هذه الموارد أو البضائع كانت غير كافية. إذن هناك عنصر مهم خاصة ما تتكلم عنه، أنه هناك صعوبة في عقلية توزيع مثل هذه البضائع. وسؤال نهائي لك، عندما حضرنا هذا اللقاء ذكرنا أن هناك شيء
معادلة للتجزئة الإنترنت. كما أعرف أن مايكروسوفت يستخدم حماية للخصوصية شبيه بالرودو، أي المحافظة على الشخصية، فهل يوجد شيء مثل هذا عندكم؟ هذا صحيح، ومن بين البيانات التي لدينا هناك معطيات وبيانات تتعلق بأشخاص أو بشركات، هناك خصوصية عالية للمواطنين، لذلك قرر مايكروسوفت أن يستخدم استعمال رودو أو رموز لحماية الخصوصية لكل زبائن مايكروسوفت، وهذا له معنى لنا، لذلك مايكروسوفت في الولايات المتحدة يصر على إيجاد مثل هذه القوانين التي تحمي الخصوصية، وأفضل أن يكون هناك قواعد مهمة كاملة لكل الولايات، ليس 50 نوع من ذلك في كل ولاية على حدة. لذلك وجهة نظرنا حماية الخصوصية لها أساس في العالم كله، وأريد أن أقول أن عندما نتحدث عن تجزئة الإنترنت فهناك آراء أخرى تتحدث عن ذلك معاكسة لهذا الرأي. هناك تعليق لمايكل نيكسون الذي يقول أن الاستقلالية ليست هي الموضوع الوحيد الذي نناقشه الآن، هو أحد هذه المواضيع وهذه الفكرة بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك هنا تعليق، كيف يمكننا أن نفهم الاستقلالية الرقمية بشكل موحد؟ عن مثل هذا الشيء تحدثنا، ما هي الأسس لخدمات السحب الرقمية المتاحة؟ يجب علينا أن ممثل شركة ITU لشؤون الـIT في آسيا والباسيفيك، استطيع أن أقول أن هناك من الصعب التوفيق بين كل وجهات النظر من دول أخرى ومن أناس، ولا نستطيع الوقوف إلى جانب. هل أريد أن أقف كيف نستطيع أن نتحدث عن ذلك في عدة دول من آسيا؟ ما هي وجهة نظر في دول آسيوية متقدمة وأخرى غير متقدمة في هذا المجال؟ شكراً على السؤال الوجيه. أنا رأيي بأن المركز الذي يتواجد به الإنسان يجب أن يضاف إليه عنصر الثقة، وهذا شيء مهم جداً في نقاشنا، وأضيف إلى ذلك ما قاله بول قبل ذلك في سياق التقاسم بالبيانات وخلق الفرص بهذه الطريقة. فلدينا في منطقة الآسيا والمحيط الهادي الITU تضمن حوالي 60 دولة، ومن المهام المحورية القائمة أمامنا هو التركيز على هذه الفئة من السكان. في هناك عدد هائل من السكان يعيشون في منطقة آسيا والمحيط الهادي، فسهولة وصولهم إلى هذه الخدمات شيء مهم. كثير من الناس يبدأ في استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وهذا يفتح الكثير من الأبواب والإمكانيات أمام التجارة الإلكترونية. عدد متزايد من الشركات تنضم إلى ذلك المجال،
وعندما تخلق هناك الروابط والارتباطات هناك تنشا عن ذلك فوائد للرعايه الصحيه والتعليم وغيرها. الانترنت والوصول الى البيانات المتاحه فيه تسمح في تحويل حياه البشر بطريقه ملموسه، والواقع الاجتماعي الذي نعيش في منطقه اسيا والمحيط الهادئ، وبما في ذلك تلك الدول التي ما زالت نائمه او منطويه على نفسها مغلقه او المتطوره او المنتشره في بعض الجزر. فهذا انه له مكانه جوهريه، فوضعي مثل هذه المعايير او المقاييس شيء مهم. هناك من سيتم توصيله بالإنترنت للمرة الأولى في حياته، فيجب أن يكونوا واثقين بأن لن يتم سوء استخدام بياناتهم أو معطياتهم الشخصية. أو عودة إلى السؤال الذي طرح علي، بفضل هذه الديناميكية القائمة الموجودة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، الناس بدأوا يستوعبون هذه الظاهرة بشكل أدق، وفي فيما بين بعض الدول ينمو مستوى وعي الناس بذلك، ولكن لم نصل بعد إلى مستوى النقاش العام، ولكننا مقتربون من هذه النقطة. في منطقتنا ليس لدى كل الدول الوعي التام في بمشاركتها في النقاش الدولي الذي يجري. أنت كنت تتحدثين عن الفهم السياسي والمشاركة السياسية، نعم أقصد ذلك بالضبط، الفهم السياسي، وهذا الفهم متعلق بوضع السياسات الواضحة لحماية الخصوصية. فأحيانا الدول قد أدرجت هذه السياسات، ولكنها لم يتم تطبيقها في أرض الواقع. فهناك بعض النقاط الحرجة التي يجب أخذها في الاعتبار دون تعريض بعض الفرص للخطر. التوصيل للإنترنت مجرد ذلك يخلق مثل هذه الفرص. هناك الأهمية الأساسية في كل ذلك ترجع دائما إلى مصطلح الثقة والأمن بالإنترنت وحماية الأطفال وحماية الأشخاص أمام الجريمة السيبرانية. فهذا شيء جوهري في منطقتنا فيما يخص مجال حماية البيانات. نعم بالفعل هذا شيء مهم للغاية، ومن الأشياء التي أيضا تكون موجود في خلفية ذلك هو تموضع البيانات. هل هذه المسألة مهمة للتنمية أو ليس كذلك؟ ربما فقط الدول الكبرى تستطيع إنجاز ذلك، فهي تتصرف بالفعل الآن بالقدرات الجبارة في هذا المجال. أو ربما نقصد مثل هذه التنمية التي تشارك فيها الأطراف الصغيرة. وأود أن أرفع هذا السؤال في هذا المجال. شكرا لك يا أتسوكو. والآن نمر إلى قارة أخرى، إفريقيا. أليسون جيلوولد، أريدك أن تجاوبي على السؤال المتعلق بتنوع الحالة في إفريقيا. هناك المستويات المتفاوتة والمتغيرة لمستوى تنمية بعض الدول الإفريقية والفجوات الموجودة فيما بينها. وأنا أتساءل، وقد طرح ذلك أيضا في الاجتماع التمهيدي، أن أمان البيانات أيضا شيء مهم
في ما يخص تموضع البيانات. الصوت متقطع وغير واضح. نعم، مسألة تموضع البيانات عينها هي مهمة للغاية، والدول الإفريقية ترغب في أن تسمى مواقفها، خاصة إذا سمعنا الحجة بأن الدول الإفريقية غير قادرة من حيث البنية التحتية على تدبير ذلك، وأنها غير قادرة على استخدام هذه البيانات على الإطلاق. ولكن هذه ليس الحجة الأهم. الشيئان يجب ألا ننساهما في هذا السياق. الحكومات تتحكم، قد تتحكم بهذه البيانات لأسباب سياسية. أيضا هناك السياق الاقتصادي، وهذا أيضا من المبررات أو الاعتبارات التي يجب أن أخذها في بالنا. ونحن نتحدث هنا عن الجمع ما بين الاستقلالية والطريقة الشرعية لمعالجة تموضع البيانات. الدول لديها السيادة، سيادة القرارات في ذلك، والدول تحاول التحكم بهذه البيانات داخليا من أجل التحكم بمواطنيها والتأثير على حقوقهم. فأحيانا هناك تضارب فيما بين ذلك. أحيانا في الدول النامية هناك هذه الظاهرة موجودة. وإذا وضعنا جانبا المجال السياسي ونظرنا إلى المخاوف المتعلقة بالبيانات عينها التي أصبحت الآن من الأصول القيمة جدا لدى الحكومات، فعلى الحكومات الواجب الاستراتيجي للاستفادة القصوى من هذه البيانات. فالمشكلة أحيانا تكمن في هذه المشاكل المترابطة ببعضها البعض، مثل التنمية الاقتصادية وحماية البيانات والقانون. هذا كل شيء مترابط ببعضها البعض. كما تفضل السيد بول أن البيانات هي بالفعل خير أو من الأصول، ولكن من ناحية أخرى من الأهمية بمكان أن نعلم أو نعي أن الحكومات سوف ترفع مسألة تموضع البيانات. هناك بعض النواقص الاصطناعية أحيانا تظهر، لأن البيانات يجب أن تشكل أصولا عامة. حتى الآن الكيانات الخاصة هي تتحكم بتدفق هذه البيانات وجمعها، ولكن هذا لا يعني أن الحكومات قد تخلت عن واجبها تجاه المواطنين فيما يخص حماية بياناتهم الشخصية. طبعا تموضع البيانات المحلي مهم، والتركيز هذه البيانات يساعد الكثير من الشركات في المنافسة المحلية. وننتقل الآن إلى حاجة هذه الأطراف التي تسعى في التوسع، ولا يمكننا إغلاق الحدود المحلية. فكأننا نعود إلى الحاجة التي حاجة إنشاء نظام عابر للحدود أو دولي لنقل هذه البيانات فوق أو عبر الحدود. موضوع أنه عالمي كما قلتيه سيدق ناقوس الخطر عند البعض الدول المستقلة لوحدها لا تستطيع في وحدها أن تحل هذا الموضوع. لذلك أن يكون عالمي فهو موضوع حساس وتتطلب جلسة خاصة
شرحها والنقاش حولها. يجب علينا أن نعود إلى موضوع إنشاء قيم جديدة، قيم اجتماعية واقتصادية غير القيم الاقتصادية. هناك حواجز عديدة يجب تجاوزها. أعود إلى أليسا التي يمكن أن تتحدث عن هذا الموضوع. أليسا، أنت في تتخصصين في قضية الهندسة الإنترنتية، فهناك هذا النوع من الأسس التي تتحركين ضمنها، هل فيها تفضيلات؟ هل يمكن أن تتحدث هذه الجهات مع بعضها بحرية؟ هل التموضع الجغرافي له أسس؟ هل هناك حماية أو مقاومة لمثل هذه الجوانب؟ هذا السؤال واضح، وهناك إنترنت الذي تم اختراعه من أجل زيادة التواصل العالمي، والقصد منه أن أكثر كمية من الناس في هذا العالم تستطيع التواصل مع بعضها وتتصل. هذه هي الهدف الذي بدأنا منه عندما قمنا بتطوير الإنترنت والتفكير به، وهي في حالة تطور مستمر، أي نستطيع الاتصال بشبكات مختلفة، وهناك حلول نسعى لها أيضاً من أجل توسيع هذا. ولكن هل هناك قوانين في بلد؟ الأهداف الأخرى التي هي تحت أعيننا كما يحصل في قضية استقلالية المعلومات واستقلالية البيانات، فهو ليس فقط قضية فنية تقنية، وإنما ما يتعلق بتحسن عمل الشبكة نفسها، أن تكون أسرع، أن تكون آمنة، أن تكون هناك إمكانية ثقة أعلى، عدم التعرض لهذه البيانات، عملية التعامل مع الشبكات الأخرى، وأتمتت بعض المجالات التي تسمح بإدارة مثل هذه الشبكات. كل المهندسون وبعض والخبراء كلهم يعملون على هذه الأمور طيلة الوقت. بالنسبة هناك تحديد في بعض هذه الأمور، فيجب أن ندخل أيضا أن هناك صعوبة في إدخال هذه البيانات من بعض المناطق أو من بعض الدول التي تضع حواجز أمام ذلك. هل لدينا مفتاح مشترك للدخول إلى مثل هذه البيانات والمعطيات؟ نحن نود أن نقوم بتبسيط هذا النظام ونساعد على حله لكون مستعملاً للجميع. لذلك نضع طبقات جديدة معقدة تساعد على تركيب هذه الشبكات والاستفادة منها بهذا النوع. شكرا لك يا أليسا. لدينا أثناء لقائنا التمهيدي تحدثنا عن بعض من هذه الأمور، ومنها الفارق ما بين القدرات لبعض الجهات وبين وأنه شيء ضروري يجب التأمل فيه والتفكير فيه. وكما تفضلت أليسا، لا يمكن أن نكتفي
نسخة واحدة أو إصدار واحد مختص بحماية البيانات الشخصية، ولكن يجب أن نحافظ على هذه القدرة للتصحيح أو الوصول لهذه البيانات التي تكون مهمة للغاية ويتم إدراجها في سياق استقلالية البيان. كما شرحت أليسا، فالطريقة التي سنقوم بها أيضا ستفرض بعض القيود علينا نوعا ما، وسوف نعود إلى هذه النقطة في الجزء الأخير من اللقاء. أود أن أنهي هذا الجزء من الجلسة بكلمة جان موراي من الشخصيات الرائدة في مجال الإنترنت ومن المشاركين في إدارة آيكون. في هذا النقاش نحن نبتعد قليلا عن الرؤية الأصلية للبنية التحتية الدولية. أظن أننا تحدثنا أيضا عن بعض الأولويات للدول على الصعيد الوطني، وذلك أجل انسجامها مع أنظمة الدول الأخرى. هل فهمت هذا جيدا؟ نعم، كما نعلم جميعا نقوم بتنمية الإنترنت بطبيعة الحال بشكل واعي، ويجب ألا ننسى ذلك في سياق الدول الوطنية والحدود. ويبدو أن للمرة الأولى في تاريخ الإنسانية أنشأنا مجالا افتراضيا اسمه إنترنت، فنتحدث عن البيانات الرقمية والمعطيات الرقمية التي تطبق في مختلف المجالات. إذا في حالة تحكمنا أو حوكمتنا أو إدارتنا بهذه البيانات، فيجب أن لا ننسى أنها موجودة في كل مكان. أيضا مسألة الترميز أو التشفير لهذه البيانات شيء يجب التفكير به، لأن تموضع البيانات ليس مشكلة، ولا فنحن نتحدث عن فضاء سيبراني عابر للحدود الذي أنشأناه. والجانب الآخر لتطبيق الاتصال المعولم على أساس الدول الوطنية، وهذا قائم. فما هو الفارق ما بين الفضاء الوطني والفضاء الدولي والفضاء العالمي الذي تم خلقه من خلال إنشاء الإنترنت؟ في الماضي كنا نفكر في أن الحكومة هي الجهة الوحيدة أو صاحبة مصلحة الوحيدة في ذلك، ولكن الآن تبين. ثم هناك شركة تشغيل الخدمية والفضاء العالمي، وثم وبما أن تغيرا كبيرا قد حدث وتم إدراجه، فهمنا أن الإنترنت للجميع. نعم، بالفعل كذلك، الإنترنت للجميع. بعد 30 سنة من سير هذه العملية توصلنا إلى نقطة وفيها فهمنا أن هذا الأمر يخص جميع المواطنين. يجب حماية الناس الأشخاص حاليا. الحكومات تخاف من هذا الفضاء الإنترنتي.
ربما حدث ذلك بعد أحداث 2001 وأحداث في الولايات المتحدة. قامت الدول بإعادة النظر في بعض المسائل الأمنية والاقتصادية. فالحماية الوطنية والاقتصاد هما مسألتان كبيرتان يجب معالجتهما من قبل الحكومة. فالسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف نتقدم ونمضي قدما للأمام ونعالج هذين الجانبين. وهذا ما كنت أتحدث عنه بالذات. أساسا يجب على كل دولة وطنية أن تكون مسؤولة من حيث الحماية والسلامة والثقة عن شفافية هذا النظام المتعلق بالبيانات، وهذا على عاتق الدول. وفيما يخص العلاقات الدولية أيضا على الحكومات أن تتحدث عن ذلك فيما بينها وأن تقوم بتبادل الخبرات بهذا الشأن. وهذا قائم بالفعل في مختلف الأماكن، وهذا ما كنت أتحدث عنه سابقا. تعديل القانون، تعديل القواعد القائمة في بعض الدول الوطنية يجب إدراجها، ويجب أن نتبع هذه المقاربة الفردية وأيضا على الصعيد العابر للحدود. أنا متأكد أننا جميعا لدينا شعور بعدم الرضا من حل هذه المشكلة، ولكن أشكر جميع التعليقات. الآن أغلق الجزء الأول من جلستنا وحواراتنا لأدخل إلى الجزء الثاني. هل نستطيع أن نطلب التصويت؟ أرجو أن تحرك عملية التصويت، والتي ستكون أيضا موضوعا، ستكون الإجابات هي أيضا موضوعا لنقاشنا في الجلسة الثانية. هناك سؤال، هل هناك تعاون عالمي كافي لحل بعض القضايا، وتم تعداد هذه القضايا؟ لديكم دقيقتان للإجابة على هذا الاستبيان السريع والقصير. هناك في هذا الوقت أقرأ بعض التعليقات التي وردت على الشات. من بعضها أنه يقول أن حماية البيانات الخاصة هي عنصر استقلالي من حياة الإنسان. هذا صحيح أن السلطات السويسرية ناقشت. هناك أيضا تعليق آخر، ما هي من يعير اهتماما لاختلاف نوعيات البيانات، هل هي بيانات خاصة أو حمايتها، ولكن هناك عناصر أخرى مرتبطة ببيانات صناعية، بيانات أخرى. وآخر تعليق من الشات هو مرتبط ببعض أسباب أن هناك تحديد وعناصر تقييد لتقوم بها الحكومة وتدرجها عن تخزين وحفظ البيانات التي لا يمكن الاستفادة منها.
لنرى نتائج الاستبيان الثاني القصير. مرة ثانية حوالي أكثر من 70% من الناس هم متأكدون من أن ليس لدينا مجال عالمي كاف للتعاون بين الدول، وهذا هو رسالة هامة لنا أن هناك تعاون غير كافي عالمي في هذا المجال من الناحية القانونية أو غيرها. الآن سأبدأ الجزء الثاني. من هناك نقاشات كثيرة تضليلية عن أمن الشبكات، عن الخطر المتوقع منها. هناك أيضا عدد كبير أن عدد الأخبار التضليلية في الشبكات هي قليلة مقارنة بحجم المعلومات المتبادلة التي تستخدم. فهناك مئات ملايين البوستات التي يتم تناقلها حتى على منصة واحدة، أي أن هذه النسبة الضئيلة، بالرغم من ذلك فمن يحدد القوانين؟ هناك ميول عديدة حول هذا الموضوع. أعطي الصوت لأليسون للإجابة عن سؤال أساسي جوهري: كيف يمكن أن يتم التساكن بين ملايين الناس من أفريقيا مثلا؟ هي توجد مشاكل وفروق دينية وتوترات عديدة وإثنية وغيرها، وهذا ليس فقط يخص أفريقيا، وهناك حوار ونقاش عالمي عن حدود حرية الشخصية، عن حدود حقوق الإنسان إلى آخره. شكرا برتران. رأيي أن الموضوع يرجع بنا إلى التغيرات الجوهرية في هذا المجال، وغير من غير المقصود بذلك فقط اللوائح المتعلقة بالمحتوى والتي يمكن التفكير بها على المستوى الوطني، الشكاوى أو ما يشبه ذلك، ولكن نحن هنا نتحدث عن شيء قد دمر هذا النظام العام التقليدي، ونحن نحتاج إلى القواعد أو المعايير التي سوف تقع أساساً لذلك. حاليا يتم إدراج بعض المعاهدات أو الاتفاقيات على المستوى أو الصعيد الإقليمي، وعلى الصعيد الدولي هناك بعض المشاكل تتعلق بذلك. هناك بعض عدد من المبادرات الإفريقية، هناك معاهدات قد تم إبرامها في مجال حماية البيانات، فهذه المعاهدات والاتفاقيات التقليدية هي قائمة وموجودة، ولكن تبنيها على الصعيد الوطني شيء ضروري وأساسي. ربما نصف البلدان الإفريقية حاليا تقوم بتصديقها والمصادقة عليها في الواقع، فهذه المعاهدات الدولية التي تقنن وتنص على هذه المبادئ هي وثائق تعول على حقوق الإنسان والسيادة، وفي بعض المناطق من العالم هذه المبادئ لا يتم الاعتراف بها. نعم، هذه الدول تريد
التنمية الرقمية والمشاركة في التبادل التجاري الحر للسلع والخدمات، ولكنها في نفس الوقت هذه الدول تريد أن تتحكم وتسيطر وتقيد حقوق مواطنيها. لذلك إدارة هذه المنصات الدولية شيء معقد للغاية، وعلى الصعيد الإقليمي يجب من الصعوبة بمكان إيجاد القواسم المشتركة. لذلك هناك تنوع المحتويات، ونحن نحتاج إلى هذه الأطر للتحكم بذلك، بما في ذلك الخلفية الإثنية العرقية وغيرها. فالتلاعب بهذه المضامين والمحتويات أيضا شيء وارد. فمن الصعب أن نتحدث بإفريقيا كمنطقة واحدة، لأنها في غاية التنوع، وهناك مؤسسات تحمي الحقوق، وهناك أطر قانونية، ومنها تجريم الكراهية وغيرها. فالتعاون الدولي إدارة هذه الظواهر شيء ضروري. على مستوى قاراتنا بعض هذه المشاكل مرئي وواضح، ورأينا ذلك على مثال كامبريدج أناليتيكا. ما يحدث حاليا في القارة الإفريقية من الناحية القانونية هناك إيجابيات، فتوصلنا إلى بعض الأطر التي تسمح بإزالة بعض المحتويات السلبية المسيئة، ويجب إدراج الآليات الأخرى لحماية البيانات. هل تظنين أليسون أن الكيانات الأفريقية لا تتكلم فقط على الحكومات أي وإنما عن القطاع الخاص أيضا، هل تستطيع لدرجة ما تلعب دورا في هذه الثقافة في النقاش الدولي حول هذه المواضيع؟ هل هذه القرارات التي تتخذ بشكل عالمي ويكون لها تأثير على كل المستخدمين في العالم، هل هم يشاركون فيها؟ وهل تعتقدين أن المساهمة هي كافية من قبلهم؟ بالتأكيد لا، نحن قمنا بفحوص ودراسات خاصة لنا، فلسنا هنا من أمس، إننا من وقت طويل في منتديات عديدة، ليس فقط ممثلي أفريقيا لا يهتمون وينشغلون في هذه المبادرات كلها، يجب أن لا نقسم ذلك فقط إلى أنها قضية فقط البيانات. إذا تكلمنا عن الضرائب مثلا فهناك فإدارة هذه القضية بشكل عالمي أيضا هناك مشاكل فيها، لذلك كي هناك بعض الدول مع بعض الدول ضد، إذن يجب الجلوس إلى مائدة مستديرة وأن تناضل من أجل مصالحك، ولكن أيضا أن تستمع نناضل على انعكاس هذه المصالح من مصالح مواطنينا. شكرا. أيضا هذه موضوع تخزين المعلومات هي موسيقى لأذني، فأنا مغرم بهذا الموضوع. أود أن أعطي الصوت لجولف لعدة دقائق فقط، أريد أن تحدد هل المان هم طليعيون في مجال صياغة على منصات عالمية أخرى، هل أن أوروبا تقوم بوضع حلول قانونية لها من أجل هذه الاستقلالية الرقمية، فهل هذه التوجهات التي تتعلق بالتجارة وبأي درجة هي تأخذ بالاعتبار الاختلاف في
تقسيم المسؤولية بين هذه الكيانات اللي نتكلم عنها. أرجو أن تتكلم قليلا عن هذا الموضوع. شكرا لك يا بيرتران. لا أدري إن كنتم تروني أو تسمعوني، أنا لا أرى نفسي. هذا الحل القانوني عندما خططنا له من بداية رئاستنا، ظننا أننا خلال فترة رئاستنا للاتحاد سيكون موضوع القضايا الرقمية ستكون اقتراح المفوضية حتى نهاية العام، أي ليس رئاستنا من سوف تنهي هذه القضية، ستبدأ دولة أخرى برئاسة الاتحاد. لكن قبل أن تظهر هذه المبادرة والاقتراح على الطاولة، سوف يجب أن يتم هناك حوار عام ونقاش يطول لمدة سنة. أما عن طريقة عمل الألماني في هذا المجال، نحن لم تذكر بعض حلول، أن هناك بعض حلول تكافح النشاطات الإجرامية على الشبكة، وعندنا تجربة في هذا المجال، وخاصة ما الذي تخوفنا منه أكثر ما أكثر، أي عملية منع أو حجز التواصل، وأن مشغلي هذه المنصات سوف يماطلون في تنفيذ مثل هذه القوانين، ولكن تبين أن على هذا المستوى الأوروبي نوعية الاتصال هي من واجب هذه المنصات الرقمية، ونظن أن الحل الذي هو لدينا في ألمانيا هو معتدل ومستدام، وتظهر من نتائجه بأنه يعمل بشكل سليم. ليس لدي وقت طويل، ولكن يمكنني أن أتحدث كثيراً عن هذا الموضوع. ليس لدينا هناك، لا نضع التزامات جديدة على مشغلي الشبكات، كل ذلك يعتمد على قانون الجزاء الموجود حالياً. لم نجد شيئاً، لم نخترع عناصر جديدة وأدرجناها في عمل مثل هذه المنصات. هنا شكرا يا رودولف، ويبدو أن السي جي خير دليل على أننا نستطيع التعلم الكثير من إدراج هذه القواعد في أماكن أخرى. و أنا كنت أريد أن أطرح سؤال على بول ميتشل، لأن شركة مايكروسوفت تبرز في هذا المجال، ولكن علي الآن أن أفتح النقاش، وآسف مسبقاً على أن النقاش سوف يكون قصيراً. سيرجي أليكسي غورسلافسكي من روسيا متصل معنا، وهو ممثل الجهة الحكومية. أود سؤالك عن موضوع متعلق بما قالته أليسون، القرارات التي يتم اتخاذها في بعد واحد قد تكون لها انعكاسات في بعد آخر، خاصة إذا أخذنا دولة ولديها قوانين تنص على تموضع البيانات، و
تنتج عنها عواقب أو نتائج حيث أن بعض الدول لم تجري فيها هذه التعديلات. في روسيا نفاذ هذا القانون قد يحدث مثلا. هل بإمكانك بشكل مقتضب أن تتحدث إلينا حول مبررات قوانين تخص موضوع البيانات، وما هي القيود المفروضة على ذلك فيما يخص المحتوى الرقمي؟ مساء الخير للسيدات والسادة، أشكرك كثيرا سيد لاشابيل على الفرصة للإجابة على السؤال. أريد أن نقول في السياق الذي نقوم به وسياق الثقة، كنت أستمع باهتمام إلى أقوالكم وملاحظاتكم، وقبل كل شيء أوافق مع من كان يقول أن الثقة لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق المقاربة الموحدة. وفيما يخص السؤال لسد بعض الخدمات أو إيقاف بعض الخدمات في روسيا، هناك فقط حدث واحد من هذا النوع حدث في روسيا، لينك إن، تم سده أو إيقافه في روسيا بسبب سوء التدابير الإجرائية المتعلقة بتموضع لم تقم بمراعاة القوانين الروسية في مجال إدارة البيانات، لذلك تم منع لينكد إن في روسيا. فيما يخص الشركات الأخرى، فهناك نوع من التعارك يحدث ما بينه وبين السلطات الروسية. لدي دقيقتان فأقول لكم أن فيما يخص الثقة في روسيا ماذا نعمل في هذا الصدد. سوف أتحدث باللغة الروسية. لا يوجد ترجمة من الروسية، لذلك اعذرونا عن هذا التوقف. آسف على مقاطعتك يا أليكسي. ربما نعود إلى قناة اللغة الإنجليزية، لم تتبقى لي إلا دقيقة أو دقيقتان. فيما يخص استثمارات الحكومة الروسية في مجال الثقافة، لدينا نظام واسع النطاق لإدارة مختلف أنواع الأحداث، وهو قائم هذا النظام منذ تقريبا حين من الوقت، ولدينا الكثير من التعليقات بخصوصه. وإذا لاحظنا شيئا خاطئا أو سوء تصرف في الشارع، بإمكان المواطنين أن يستعينوا إلى سبل التواصل الإلكتروني لإبلاغ الجهات المسؤولة لتقديم الاستجابة المناسبة. لدينا 100,000، حوالي 200,000 تعليق أو ملاحظة شهريا تصل السلطات وتبلغها عن أحداث قد وقعت من الناس من كافة أنحاء العالم. بإمكانهم إبلاغ السلطات عن مختلف الأحداث، وتبين أن هذا الأمر أصبح مفيدا جدا خاصة في سياق جائحة كوفيد 19. هذا
هذا السبيل للتواصل المباشر تبين مفيدا جدا في مكافحة الأخبار الضالة أو المضللة أو الإشاعات التي كانت تنتشر في العالم فيما يخص أضرار شبكة الجيل الخامس 5G. فنحن أنشأنا نظام كبير لتقديم الأجوبة أو الاستجابات لهذه الأخبار المضللة من بإدارة الحكومة الروسية، وهذه الأجوبة تم نشرها بشكل علني ومفتوح، والكثير من هذه المسائل أو من هؤلاء الأشخاص أصبحوا ينشرون البث، برامج البث المباشر، ويجيبون فيها على مختلف التساؤلات تساؤلات المواطنين. فنحن نستثمر كثيرا في الثقة ذات، ولذلك نرى هذه الحالة التي نعيشها الآن، حيث أن المواطنين ربما غير جاهزين لهذه الوتيرة، هذه السرعة من الرقمنة. السؤال الذي يطرح نفسه، هل علينا إنشاء نوع من المؤشر، مؤشر الثقة في سبل التواصل الإلكتروني الخاص ببعض الدول؟ هل يجب القيام بذلك؟ المنصة مثل هذه، هذا يمكن وضع هذا النظام على ربما منصة. لا أعرف إن كنت قد أجبت على سؤالك بشكل دقيق. شكرا على جهدك بأنك حاولت توصيل الفكرة إلينا باللغة الإنجليزية، وشكرا على هذه الكلمة منك. فيما يخص التعاون الذي يسمح بتشخيص أو تعريف المستخدمين، فهذا الموضوع واسع النطاق، ومن مكونات التعاون القائمة بين مختلف الأطراف وتوزع الأدوار والأدوار التي يجب أن تلعب في هذا الصدد. هناك مجموعات من أصحاب المصلحة يمكنهم مجابهة بعض المشاكل، على سبيل المثال المتعلقة بالمحتويات المسيئة، وهذا كله أيضا يرجع إلى التعاون. وكنت أيضا سألت عن العواقب غير المرجوة، غير المرغوب فيها من هذه الظواهر في روسيا، وكيف ينعكس ذلك على المنصات الدولية. على سبيل المثال هناك نتائج أو عواقب أو أثار قانونية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وهذه القوانين فيما يخص العلاقات ما بين الدول مثل روسيا أو أمريكا. فجمع لهذه المنصات كما تفضلت به أليسون يجب أن نقوم به، وإلا فهناك حالة التجزئة. أود الآن أن ألخص ما تحدثنا عنه وجلستنا. أريد فقط طلب السؤال الأخير للتصويت، وبعدها سنقوم مباشرة إلى تلخيص النتائج. السؤال موجود على الشاشة، هل السياسة الرقمية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المشاكل التقنية المتواجدة على الشبكة في هذا الوقت الذي سوف يصوت فيه السادة؟ أريد المشاركون، سوف أطلب إجابة على سؤال قصير. هل
هناك فرق بين النقاش الذي يتعلق بتجزئة الإنترنت وسؤال آخر يتعلق بموضوع الذي دخول الهواوي وغيرها من الشركات الأخرى أن تقوم به. كيف تقومون؟ كيف ما هو حال النقاش حول هذا الموضوع؟ لأن هذه نقاش يتم استقطابه بشكل سريع. أتكلم من وجهة نظر كل المجتمع، وهذا سؤال هام جدا. شكرا عليه. هذا مرتبط بالتصويت الثاني، أي أن هناك تعاون غير كافي بين الدول حول هذا الموضوع. خلال نقاشنا اتصلت مع زملائي في المركز، وأن هذا الطرح المتعلق أن ما تطرحه تشاينا موبايل وهواوي والذي طرح في سبتمبر عام 2019 أن هي قضية يتم حلها عند دراسة المواصفات. بعض النشاطات والأفعال التي تم القيام بها في هذا المجال أدت إلى إصدار في آي تي يو أجوبة مجموعات عمل مختلفة التي كانت تختص بين السياسة المتبعة والأمور الإبداعية. فهذه المجموعة التي تهتم بالعمل المستقبلي فتم نشر موقف موحد لمجموعات العمل هذه، تقول أن استقلالية البيانات وتموضوعها لا ترتبط فقط في آي تي، أن هناك مجموعات عمل تتميز بنظرتها بشكل أكبر للموضوع، مثل نشر مواصفات عالمية أو الشبكة المستقبلية العالمية، عملية الأمان على هذه الشبكة، المدن الذكية وما شابه ذلك. ليس لدينا الوقت للحديث عن نتائج هذه مجموعات العمل هذه، فأن لو أن الدول تبادلت فيما بينها هذه الإنجازات، وأنا أريد أن أرغب الجميع أن يشاركوا في هذا الحوار وهذا النقاش من أجل تحديد مواصفات عالمية أنا أعتقد أنها غير موجودة حاليا. شكرا لك جزيلا. بكل تأكيد هذا موضوع لا يمكن ننساه. والسؤال لأليسا، هل لك أن تقدمي لنا تعليقاتك في هذا الخصوص، وخاصة وتفضلت قبل ذلك أن في حالة هذا النطاق الدائر حالياً هذا يذكرك ببعض التحديات التي تعيشين وتواجهينها أنت أو كمجتمع بشكل عام. المرور من البروتوكول الرابع إلى البروتوكول السادس، هذه التغييرات كبيرة نوعاً ما ويجب إنفاذها. نعم، أنا صوتك مكتوم. لا، ليس صوتي مكتوماً، نحن نسمعك. سيد لم يكن يسمعني.
هل تم هناك من يسمعني وهناك من يكون عنده صوتك مكتوما؟ برتراند لا يسمع السيد المتحدث. المتحاورون المتبقون عندهم واضح. هذه تجزئة كما يبدو. أنت تسمعني يا بوتران؟ ربما سأخاطب من يسمعني. موضوع الآي بي ومن المجالات التي لا نريد زيادة التجزئة فيه، فلدينا بعض العناصر الأساسية في حال البنية التحتية للإنترنت التي لا يمكن الاستغناء عنها. فمن الأهمية بمكان بالنسبة لنا أن طبقة الآي بي تبقى لتشكل قاعدة متينة لهذه الخدمات العالمية النطاق. ولو استغنينا عن ذلك فلا مليارات من الأجهزة الموصولة بمنصة الآي بي لما كان هناك فائدة منها. لذلك نحن فإذا نظرنا الآن إلى هذه التحديات المتعلقة أو المقترحات المتعلقة بتعديل الآي بي فلا نرى الحل فيها. فمن وجهة نظر لا يوجد مبررات قوية لتجزئة هذا المجال. كما قال برتراند في السابق لدينا بعض التجارب في الماضي وإنجازات أحرزناها من أجل تفعيل الآي بي والتوحيد جهود المهندسين الدوليين لتشكيل آي بي 6 وضمان الانسجام ما بين البروتوكولات السابقة. السادة تسمعونني الآن؟ نعم. فأنا الذي أعاني من المشاكل كتم الصوت، وإنني استمعت بما تفضلت به يا أليسون وتحدثت عن المبررات والتنقل من نظام إلى نظام آخر. لنلتزم هناك من يريد الالتزام ببعض القواعد. هناك جلسة تالية تبدأ مباشرة بعد هذه الجلسة، فأنا أريد أن أطرح السؤال لجون. هل من المناسب أن تقوم الدول أو الجهات الأخرى بتقدير مدى تأثير قراراتها المتعلقة بالدول الأخرى أو الفئات الأخرى من مجتمعاتها فيما يخص حماية الخصوصية وحقوق الإنسان والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد والمجال الأمني وحقوق الإنسان؟ فتقدير التأثيرات المحتملة، هل يجب القيام بذلك كجزء من المسؤولية العامة؟ وفي الختام أود القول بأنني معجب بكل الإعجاب، وشكرا على عرض نتائج استطلاعنا على شاشة. لقد قمنا به قبل التعليقات، 76% من المشاركين يوافقون على ذلك. فالواجهات المستخدمين أو الواجهات الإلكترونية ما بين مختلف الأوساط والدول يجب تقويتها وتعزيزها، لأننا نحن أصبحنا الآن نعيش في المجال الذي أحيانا لا تكون هذه الواجهة مرئية. شكرا على تبادل الآراء في منصة الشات، ونحن سنحاول دائما إشراك هذه الأسئلة
القادمة من الشات إلى نقاشنا. وفي الختام أود أن أشير إلى شيئين. أولا تقدير الأثر أو التأثيرات. من يعرف منكم فيلسوف مانويل كانت، هناك نظريته تتحدث عن التأثير على السياسة، أيضا نستطيع أن نفكر السؤال، هل جميع البقية يودون استعمال ما أنا أرى؟ عندما يكون الإجابة جيدا فهذا الفعل الذي أقوم به سيكون فعلا جيدا، لأنه لا يعطي فقط فائدة لي وإنما يعطي فائدة للجميع. لذلك هذا الملاحظة الثانية، أنه لدي أمل أنني ترأست هذه الجلسة بشكل، فإن الاستقلالية هي موجودة في عصر الرقمنة والإنترنت، فلذلك من المفيد أن نقوم بالتفصيل النقاش والحوار حول ما عدة أطراف، وأن لا تكون هذه من جهة واحدة، أن لا يكون القرار أحادي وغير مفيد للبعض. في النهاية أود أن أقول أنني من بين المشاركين، أن الإدارة والحكومة لعدة أطر تتعلق بالإنترنت هي أكثر تعقيدا من تنفيذ هذه الأسس. أما كوفي عنان في عام 2004 قال عندما ندخل في مجال الإنترنت يجب أن نكون خلاقين في تطبيقه كالذين قاموا باختراعه. وأخيرا فإن الحائز على جائزة نوبل في مجال الاقتصاد قال، والموجود في إحدى صالات برلين، كان في عن سياسة الدولية على الإنترنت، إن الهدف الأول للسياسة العامة هو دعم المؤسسات التي تقوم بإخراج ما هو أفضل بالنسبة للجميع. وبهذه المقتطفات التي قالها العظماء أشكر الجميع المشاركين في هذه الجلسة وكل منظميها. أتمنى لكم نهارا سعيدا والنجاح والتوفيق في الجلسات الأخرى. شكرا لكم.